استنى، ما قفلتش الحنفية ليه بعد ما شربت؟ هو نقفلها ليه؟ هي المية هتخلص ولا يعني هتخلص؟ أيوة هتخلص. لا مش هتخلص يا بكار، ما جاتش عليا. وبعدين المية على طول موجودة في الحنفية، عمالة ترخ في الحنفية، وكمان نهر النيل عندنا مليان مية. ايه؟ ما هو علشان تفضل موجودة لازم نحافظ عليها وما نسيبش الحنفية مفتوحة على الفاضي يحسونا. ايه بكار، ايه هو في ايه؟ بص حواليك كده. ايه ده؟ معقولة؟ مش انا لوحدي اللي بسيب الحنفية مفتوحة، ولا انت كل حاجة يحسونا اقفل المية؟ ايه؟ حرام، المية دي ثروة كبيرة. قصدك زي الذهب يعني ولا ايه يعني؟ ها ايه؟ لا طبعا، المية دي اغلى من الذهب يا حسون. اغلى من الذهب ازاي يا استاذ؟ طبعا احنا ممكن نعيش من غير الذهب، لكن مش ممكن نعيش ابدا من غير المية. تعرف تعيش من غير المية يا حسونة؟ لا يا بكار، انا عارف قيمة المية كويس. بنشرب مية وبنستحمى بالمية وبنطبخ الاكل بالمية. امال ما بتحافظت عليها ليه وتقفل الحنفية بعد ما تشرب يا حسوني؟ ما هي المية كتيرة قوي قوي وعمرها ما هتخلص يا استاذ. هو في ايه؟ لو كل واحد فينا ساب الحنفية مفتوحة زيك كده يا حسوني، المية هتجل، ولا قدر الله ممكن يحصل جفاف وما نلاقيش مية. ما تقلقش امال يا استاذ، المية كتيرة مش هتخلص ابدا. لا ده انت عايز لك حصة يا حسوني. بكرة إن شاء الله في الفصل هنكمل كلام نيه عن قيمة المية. هو في حد يعمل كده؟ المية 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 يا جماعة المية. خليك انت طول اليوم جنب الحنفيات كده هو.